نقول مبروك لعائلة الكعبي اللي أخذوا الجائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي خلال حلقتين باجتهاد ونشاط وذاكرة وتكاتف. إذن ألف 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 مبروك لعائلة الكعبي، مبروك. وتوني جيب لنا 10 مليون دينار عراقي. أعلى، مبروك لعائلة الكعبي، فازت بعشرة مليون دينار عراقي، مبروك. ألف مبروك لهم وألف مبروك لكل عائلة عراقية تفوز بهذه الجائزة وهذه القيمة من المبلغ.